بس يا حبيب حداد، أهلا وسهلا فيك. اليوم بدنا نحكي موضوع يعني ما حدا منا ما بيوجع راسه بيوم الأيام أو بيشعر بوجع ظهر، وجع كتف، بياخد بانادول، التيلينول، أدفيل، أسبرين، حتى يعني صغار وكبار. اليوم حابين بأول قسم من لقائنا نحكي عن الأدوية المسكنة، بالقسم الثاني رح نحكي عن أدوية الرشح. الجريب صار الموسم وعدد كبير من الناس عم بيجرب، هل فعلا هالأدوية بتساعدنا أو لا؟ إذن رح نبتدي بالمسكنات. منشوف يعني بالصيدليات، منشوف الأدفيل، منشوف التيلينول، الأسبرين، شو الفرق؟ هل كل المسكنات فينا نوضعهم بخانة واحدة أو بينقسموا لعدة أنواع؟ هلا مثل ما قلتي، المسكنات فينا ينقسموا لعدة أنواع. هو في المسكنات النون اوبيويد، يعني مثل ما قلت هلا الاسيتامينوفين، ايبيبروفين والاسبرين. بس كمان اذا بدك تاخذي الاسيتامينوفين، الفرق بينه وبين الايبيبروفين والاسبرين، هو الاسيتامينوفين بيكون انالجيزيك، يعني مسكن للوجع، بس الايبيبروفين كمان ايضا مسكن بس انتي انفلاماتوار، كمان مضاد للالتهاب. مضاد للالتهاب. فا إيه، إذا في فينا نجزئهم يعني لعدة يعني. اليوم كمان بما أنه عم نحكي عن المسكنات، الأسبوع الماضي على صحيفة الجورنال دو موريال كانوا عم يحكوا عن الأوبيويد والأوبياسي، كمان قديش عم بيزيد استهلاكهم لما عم نقول المسكنات العادية مثل الأدفيل، التيلينول والأسبرين. وعم بتقول في المسكنات من نوع آخر اللي هي الأوبيويد، هل هي خطيرة ولازم ناخذها تحت وصفة طبية غير الأدفيل والتيلينول والأسبرين؟ ايه، فالمسكنات الأوبيويد ما بيضروا بالصحة، هن موجودين على السوق وموجودين لحتى يعالجوا نوع ما من الوجع. يعني أكيد الوجع الصغير، وجع الرأس، مش رح نروح ناخد مورفين كرمال الوجع الرأس. يلي هن الأوبيويد عادة بيعتبروا ديريفي دو لا مورفين، يعني الاساس الموليكول هي المورفين. في يعني مخدر. هلا في المورفين، اذا بدنا نعد كم واحد، في المورفين، في الايدرومورفون، في الكودين، وفي الاوكسيكودون. هلا في غيرهم كمان، بس هول عاده اكثر شيء الموجودين واللي بيستهلكوا مستهلكين اكثر شيء على السوق بالسوق. حتى الاوبيويد فينا نجيبهم من دون وصفه طبيه، انما مش عن الرف بالصيدليه، لازم نلجا للصيدلي ليعطينا اياهم. كل الاوبيويد منهم موجودين على الرف، يعني ما فينا نفوت نشتريهم ونفل، بدنا نستشير الصيدلي. واكثر من هيك، هن محطوطين بالصيدليه، يعني ورا الكونتوار اذا بدك. بالقانون لازم يكونوا متخبيين. نعم. يعني ما فيه المريض يجي ويشوفون، مش على مرأة من الناس، مش على مرأة، يعني ما فيه يجي مثلا، ما بعرف اذا صح التعبير، انه يستحليون. لازم يكونوا يطلعوا عباله بس يشوفون. ايه، فهن بيكونوا متخبيين. المريض وقت بيجي بدهم، هلا عدد الدوز اللي بنعطيه اياه، اما عدد الحبوب لازم تنحط بقلب الدوسيه. بس ما في كتير منهم هول الأوبيويد، الأنالجيك أوبيويد اللي فينا نعطيهم بلا وصفة. هو في الكودين، وكمان الكودين اللي فينا نعطيها بلا وصفة هي لازم تنعطى بشكل كتير محدود. يعني الكودين يلي ما بتتجاوز الحبة الدواء يلي ما بتتجاوز أكتر من 8 ميلي جرام كودين بقلبها، وأكتر من هيك لازم تكون هالحبة مكونة من دو انغريديون دو بلوس، يعني مكونين اخرين بده يكون فيها غير الكودين. اكزاكت. ليه؟ لحتى ما نعمل ادمان عليه، او هو معمول بهالشكل لحتى المريض ما يجي يشتريها ويستخدمها لغير غيه من الاخذ بشكل حبه، يعني حتى ما يقدر مثلا يجزئ الكودين، يجزئها عن المكونين الاخرين ويستعملها للمخدرات أما للتجارة. نعم، إذا مدمن على المخدرات، أو كمان يمكن لحتى يدخلها بمنتج آخر. طيب هون ليش منلجأ لهالأوبيويد؟ هون الأدفيل أو التيلينول، الإيبيبروفين يعني، أو الأسيتامينوفين ما بيحلوا أو ما بيريحونا من الوجع لنلجأ لهالأنواع التانية من المسكنات؟ هلا أحيانا المسكنات بيشبهوا بعض، بس بذات الوقت منن مفعول منه هو ذاته. مثلا الاسيتامينوفين اللي هو التيلينول فينا نستعمله، واذا مش عم بيعطي مفعول مثل ما لازم فينا نغير للادفيل.
وإذا الأدفيل كمان أيضا معتها مفعول مثل ما لازم، ساعتها فينا نلتجي يلي اللي بنسميه تيلينول نيميرو 1 يلي هو تيلينول بقلبه شوية كودين. نعم. شوية كودين يعني 8 ميلي جرام. هيدا كمان بده يكون جوا بالصيدلية مش عارف. بالصيدلية هيدا عطول ورا الرف. بهيك حالة عادة التيلينول نيميرو 1 نحنا في كتير عالم بيجوا بيطلبوه ومنعطيه، بس مش عطول لذات الأسباب، أكترية الأوقات بينعطى لأوجاع الدرس، أوجاع الدرس يلي الأدفيل مش عم بيساعد كفاية لإله. بس هو الواحد المريض وقت يوصل لهالحالة أما لهالمرحلة بالأحرى بيكون بده، صار بده حكيم أسنان، يعني بيجي بيستخدم التيلينول نيميرو 1 أوقات بتكون مثلا يعني نهار سبت يكون مسكن لليلة أو ويك أند، لكن قدرنا نشوف طبيب الأسنان. بالضبط فيه فينا نستعمله لغير سبب كمان، هو للوجع لا سوري لل مش للوجع، الوجع هو لل وجع وجع الدرس، بس للسعلة. هي الدوز تبع الوجع، بدي ارجع للدوز، دوز تبع الوجع هي عادة 30 ميلي جرام 30 ميلي جرام، يعني الحبة اللي فيها 8 ميلي جرام بدنا ناخد أكتر من 4 حبوب لحتى نوصل لهالدوز الوجع. فمشان هيك نحنا قليل كصيادلة نوصفه أما تنصحوا فيه، ننصحه للوجع. هو أكترية الأوقات ننصحه للسعلة، لأنه دوز السعلة هي 15 ميلي جرام، يعني حبتين بالنهار. إيه. وكمان هو موجود الكوديين بسيرو. كمان أيضا بهالسيرو في مكونين أما دوز انجريديان دو بلوس، يعني مكونين آخرين. دايما بده يكون معه مكون أو مكونين غير عطول اثنين لحتى حتى نقدر ما يقدر المريض يفصلهم ويستعملهم يعني ياخذهم لاستعمالات. يعني اوقات المكون الثالث ما بيكون كتير عنده مفعول، بعطي مثل المثل التيلينول نيميرو 1 فيه كودين، فيه اسيتامينوفين اللي هو التيلينول، فيه كافيين. الكافيين اوقات ما بيكون عنده كتير عازه، بس محطوطه لهالسبب لحتى ما يستخدم هالحبه لغير. اذا بنرجع للمسكنات العاديه مثل الادفيل والتيلينول، اليوم عم نستعمل هالاسمين يلي هن يعني الايبوبروفين والاسيتامينوفين لحتى لانه معروفين اكثر، تيلينول وادفيل. امتى بنستعمل تيلينول؟ امتى بنستعمل ادفيل؟ والاسبرين كمان شو اخباره؟ اوكي، هلا الاسيتامينوفين اللي هو التيلينول نستعمله لوجع الراس اما لعده غير اوجاع، بس الاوجاع يلي ناتجه عن التهاب التيلينول ما عنده كثير مفعول. يعني الاوجاع يلي ناتجه عن التهاب مثل وجع بالعضل، وجع بالعضل بالعصب، اوقات نستخدم التيلينول بالاول وقت يكون عندنا وجع اسنان، بس احيانا ما بيكون كافي فبدنا نلتجئ للادفيل. هلا هذا الفرق بين الادفيل والتيلينول، انه في واحد انتي انفلاماتوار والثاني لا. طيب صحيح نسمع التيلينول افضل للمعده، الاشخاص اللي عندهم اوجاع بالمعده مسار أرحى او عندهم التيلينول هو مفعوله واهميته انه ما عنده كتير ردات فعل عكسيه، يعني ما بيسبب حرقة بالبطن، وكمان ما بيسبب ردات فعل عكسية أخرى مثل زيادة بالضغط. وأكترية العالم فيهم ياخدوه لو عندهم شوية انسفيزانس رينال، لو عندهم قصور كلوي. أما لو عندهم غير أمراض فيه التيلينول إنه مثل أناجيزيك باس بارتو بنسميه، إنه فينا نستعمله بشكل من دون ما يكون عنده أثار جانبية. صحيح أنه يعني الإيبوبروفين أو الأدفيل مرضى الضغط لا ينصح أنهم ما بينصح أن ينصحون الأطباء ياخدوه. إيه ولا لأنه قلت أستامينوفين ما هيك؟ لا عم بحكي عن إيبوبروفين. الإيبوبروفين ما مفروض أو الأدفيل. الأدفيل ما مفروض يتاخد إذا المريض عنده زيادة بالضغط وهالزيادة منا مراقبة أما منه مسيطر عليها، يعني منه سو كنترول. إذا زيادة الضغط سو كنترول فينا ناخد كم حبة، يعني وقت نقول كم حبة الأمر فيه يختلف، ما بدي فوق كتير بالتفاصيل، أزبط شيء إنه يلي عنده كل شخص بشخصه وضعه خاص. يعني طيب كم حبة فينا ناخد إيبوبروفين بالنهار أو الأدفيل؟ هو يلي بننصح فيه هو 6 حبوب ماكسيموم إيبوبروفين بشكل عام. نعم. كمان بهالنقطة كل شخص له وضعه. Exactly. والأسبرين قبل ما ننتقل الأسبرين كمان أنتي إنفلاماتوار، بس أنتي إنفلاماتوار بشكل ردات فعل عكسية أكتر من الإيبوبروفين، ومفعوله
أوطى أما أقل من الإيبيبروفين. يعني الأسبرين ترارار انه كتير قليل لحتى ننصحه. كانوا الاشخاص كمان عم ياخدوه كوقايه خصوصا الرجال وقايه من يمكن الازمات القلبيه. عم نسمع اخيرا عم بيقولوا لا الاشخاص انه يلي مش عاملين عمليه قلب مش ضروري ياخذوا الاسبرين. كان العالم كنا نقول قبل انه فوق عمر العشرين فوق عمر الخمسين كل العالم لازم تاخذ اسبرين بدوز 80 ملغ بالنهار. بس هل هذا الشغلة صارت مختلفة هلا مخ يعني ما فيش إجماع هذا الدراسة بقى صار في دراسات جديدة مثل ما قلتي وصار ما بننصح فيهم بشكل عام إلا إذا المريض عنده غير عوارض غير مشاكل وعنده صاير معه دجاج مشاكل قلبية. أزمة قلبية يعني اليوم الأسبرين لمين بتنصح فيه؟ للوجع؟ للوجع كتير قليل تنصحه. إذا يمكن الأشخاص اللي عندهم مثل ما قلنا عاملين عملية قلب أو بيعانوا من أزمات قلبية بياخدوه كمسيل للدم تعطوه هيك مزبوط بس بالدوز 80 ميلي جرام بالنهار مش 500 ميلي جرام اللي هي دوز الوجع بس اللي كتير قليل تنستعمله. رح نتابع مسيو حداد اللقاء معك إنما بعد هالمحطة الغنائية رح ننتقل نحكي عن أدوية الرشح أو الزكام. خليكن معنا.